نديم محمد رمضان. اسمي سلمى علاء سليمان. اسمي إيريني ملاك عدلي. رودينا حسن عبد العزيز. مركز أركان بيقدم كورسات في تصوير وتسويق إلكتروني وفوتوشوب وأنيميشن. أنا أخذت تصوير وتسويق إلكتروني. تسويق إلكتروني وتصوير فوتوغرافي. أنيميشن وفوتوشوب. 3D فوتوشوب. كلية فنون جميلة قسم ميداني في نحت. أنا كلية فنون جميلة قسم نحت. آخر حاجة اشتغلت فيها كنت اشتغلت في مكتب استشاريات جودة. كنا بنسافر كتير يعني، كنت بسافر المنوفية المنصورة. في تخصص المصانع والشركات أكتر حاجة. أنا في كلية فنون جميلة قسم نحت، وإحنا بقى بنعمل هناك تماثيل ويعني بنصنع حاجات كتير، خزف وميدالية وحاجات كتير. أنا فنون جميلة قسم نحت، القسم بتاعي بيدرس اي حاجه ليها علاقه بال 3D انيميشن، ازاي تكون تكوين الجسم العضلات وكده يعني. مركز أركان بتحس انك جوه عيله، بيضمك كده، ليه بيخطفك من اول ما تدخل يعني. حتى التعامل مش بيبقى بس مع الهيئه المعاونه، لا حتى مع استاذ نادر اللي هو اصلا ماسك المكان كله، هو اللي كان قاعد معانا بيشرح لنا المكان عامل ازاي، هندرس ايه، اللي احنا ممكن نجيه في اي وقت تاني يعني، مش مخصص بس للكورسات وبعديها مش من حقنا ندخله تاني، لا ممكن اجيه في اي وقت لو انا عندي فكره وعايزه اخد رايي فيها، عندي حاجه عايزه اصممها وانفذها. المركز اكتر حاجه بتميزه ان هو منضبط جدا يعني، حقيقي فيه انضباط رهيب، والناس حقيقي شايفه شغلها على اكمل وجه يعني، غير ان هم فريندلي يعني، تحس ان انت قاعد مع عيلتك او مع اسرتك اصحابك، ودي يمكن اكتر حاجه بتميزه عن اي حاجه تانية. وفي تنوع رهيب في الكورسات اللي موجوده هنا. لا هنا افضل طبعا، النظام جميل جدا، التعامل حتى مع الطلاب باحترام وحلو جدا. هنا في نظام شويه والمعلومه بتوصل، وده غير ان هما بيساعدونا ان احنا ازاي نكون نفسنا ونبدا من تحت لفوق ازاي وكده يعني. فريق من صحابي بس يعني بيبقى بطمح اكتر للفريق اللي هو الفرق اللي خدت سنوات الكورسات، من كذا حد، لو جمعنا كذا حد اكتر حد فاهم في الحاجه دي وعملنا شركه معينه، مثلا انا نفسي مثلا في شركات معينه في دماغي انفذها، لو جمعت الناس اللي بتفهم في الحاجات دي هتساعدني اكتر بكتير. جدا يعني، اصحابي اللي في الكليه كمان يمكن اكتر الناس بحبهم في حياتي يعني، وابقى سعيده قوي لو اتجمعنا على مشروع مثلا كلنا نبقى موجودين فيه. طبعا، وهو ده اللي انا فكرت فيه يعني، ان انا اجمع اصحابي بس هو بنناقش فكره. ان شاء الله. ونفسي لو المكان يحتاجني في اي حاجه دايما يلاقيني موجوده، اتعلم حتى الحاجه دي لو هتفيد المكان يعني. اتمنى ان المركز يعمل معارض اكتر، وان هو يتطور ويبقى ليه كذا مكتب في كذا مكان، وبيستهدف فئات كتير اكتر من الفئات اللي هو بيستخدمها دلوقتي. لا، املي وطموحي كبير طبعا، حاسه ان المركز هيبقى كبير جدا وهيقدم شركات كتير وهينجح فكره الطلاب. يفضلوا زي ما هم، يستمروا زي ما هم، لانه ولو قدروا يعملوا تطور عن كده طبعا ده اكيد.